يسعد مساكم أحبائي. اليوم رح نحكي عن فوائد الضحك لصحة الإنسان وتغلب الضحك في كثير من الأحيان على الغذاء والدواء. ومثل ما وعدناكم حبايبي رح نعلن عن مسابقة ثانية ورح يكون فيها نسبة الربح أكبر. مسابقتنا لليوم سهلة وبسيطة مثل ما عودناكم، لكن بنسبة ربح أكبر، عبارة عن $300 لكل شخص بيربح معنا $100. يا ريت تتابعوا معنا الفيديو للأخير حتى نشرح كيفية الاشتراك بالمسابقة معنا. معكم أنا نغم من قناة مطبخ الجمال العربي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، تضغطوا لايك، تعملوا شير لأصدقائكم حتى يستفيدوا معنا. زورونا مرة ما رح تنسونا بالمرة. كلما ضحك الإنسان شعر بالراحة والتفاؤل والسعادة، حيث يخفف من حدة التوتر والقلق. فالضحك دواء مضاد لليأس والخمول والشيخوخة. فالضحك قد يتفوق أحيانا على الغذاء، أحيانا لصحة الجسم، فيزيد من حيوية الإنسان ونضارة البشرة وتخفيف تجاعيد الوجه التي ربما قد تقدمه لنا بعض مستحضرات التجميل. فالضحك علاج مجاني يشعرنا بالتفاؤل والمرح ويغنينا عن جلسات نفسية وطبية كثيرة. الضحك يرفع هرمون السعادة، مما يساعد على علاج حالات الاكتئاب التي يمر بها الإنسان من ضغوط يومية، حيث ينظر بعض الأفراد بإعجاب لتجار السعادة وأصحاب الابتسامة، فهي تزيد فرص تقارب الناس وانسجامهم. فصاحب الابتسامة الدائم والمرح محبوب للجميع، ونراه دائما بنشاط وعزيمة قد تتفوق بكثير من الأحيان على ممارسة الرياضة اليومية، لأن الضحك والابتسامة رياضة بالدماغ والأعصاب. الابتسامة شباب دائم وطاقة بشرية هامة، لذا فالضحك هو دواء وشفاء. فكم من حالات مستعصية تم شفاؤها بالابتسامة والراحة النفسية والسعادة. فعندما ننظر لرجل مسن يبتسم مع أحفاده ويركض خلفهم، إنه يشعر بالحيوية والنشاط وربما الشباب الدائم. نعم، عالج حالات الاكتئاب بالضحك، فالغذاء هو فيتامينه ومعادن الجسم. أما الضحك فهو فيتامين الروح والشباب والنضارة ومقاومة الشيخوخة وتلافي تجاعيد الوجه. هل سمعتم يوما أن الضحك دواء لإنقاص الوزن؟ نعم، قد يكون وسيلة غير كافية للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة، لكن الحالة النفسية لها دورا في إنقاص الوزن، وهذا ما تم إثباته طبيا، لأن الضحك يحفز المخ على إفراز مواد إيجابية وصحية للجسم حتى وإن كان زائفا، مما يعني أنه سيساعد على مضاعفة سرعة التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية الزائدة ومن ثم إنقاص الوزن. يساعد الضحك أيضا على شد عضلات البطن، معتمدا عندما تضحكين سيدتي على الانقباض العضلات وانبساطها في هذه المنطقة تماما، مما يساعدك على شد البطن. ومن الفوائد التي لا تعرفينها عن الضحك هو أنه يعمل بمثابة تمرين كارديو، أي له نفس التأثير على زيادة دقات القلب وحرق دهون الجسم بكمية مماثلة للتي يحرقها أثناء ساعة من المشي الهادئ. إذن اتبعي هذا الأسلوب وأضيفي الضحك لنظامك الغذائي لخسارة الوزن، مقترحا اتباع أسلوب صحي وممتع. الضحك يزيد من جمالك سيدتي، فيساعد على استرخاء عضلات وجهك ويتركها مسترخية لمدة تصل إلى 45 دقيقة، فيقلل من علامات الكبر لديك.
ويحسن حالتك المزاجية ويقلل من شعورك بالألم والإجهاد المسبب للتجاعيد المبكرة. الفكاهة بشكل عام تعيد التوازن وضبط الانفعالات لجسمك ويساعدك على التغلب على مشاكلك وتعزيز علاقاتك بالآخرين، فهو متعة مجانية وسهلة. الضحك يطيل عمرك. أثبتت الدراسات أن الضحك يساعد على إضافة سنوات عديدة إلى حياتك والعيش لفترات أطول، إذ وجدت دراسة أجريت على الأشخاص الذين لديهم ميل للضحك أكثر والفكاهة عاشوا فترة أطول من أولئك الذين لا يضحكون بنفس القدر. كان الفرق ملحوظا خاصة عند تطبيق الدراسة على من يصارعون مرض السرطان، فالابتسامة والضحك أطال بعمر الكثير منهم. ضعي عزيزتي الكثير من الورود والنباتات في منزلك، خاصة الكبيرة منها، لأنها سوف تشعرك بالتفاؤل والمرح، والألوان الزاهية تؤثر إيجابيا على نفسيتك وتزيد البهجة والراحة لك. الرائحة الجميلة التي تنعشك. إذن من أسرار جمالك سيدتي الابتسامة والضحك. أدام الله ابتسامتك وابتسامتكم جميعا دائما حاضرة. وهلأ مثل ما وعدناكم حبايبي رح نحكي عن طريقة الاشتراك بالمسابقة. أولا رح تشاركوا مقطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر والإنستغرام وغيره. طريقة مشاركة الفيديو على شبكة التواصل الاجتماعي يلي ما بيعرف كيف على الشكل الآتي: نضغط بداية على مشاركة، بعدها ممكن نضغط على مباشر على تويتر أو الفيسبوك، آخر الأخبار أو نسخ الرابط. بعد ما بننسخ الرابط منروح على الفيسبوك وبندخل على صفحتنا على الفيسبوك وبنعمل لصق للرابط. إذا حبيتوا تكتبوا أي معلومة أو تعليق بعدين بتعطوا نشر، وبعد ما أعطينا نشر لمقطع الفيديو رح نعمل مشاركة ونسخ للرابط. منروح للفيديو نفسه ومنحط الرابط بالتعليقات أو تبعتونا إياه على الإيميل بالتعليقات. ويلي بيحب يزيد فرصته بالربح معنا أكثر رح يشارك الفيديو أكثر من مرة، وهذا الشي طبعا بيزيد فرص بالربح أكثر وأكثر. رح نتبع نفس الطريقة ممكن على تويتر أو أي وسيلة من شبكة للتواصل الاجتماعي ممكن تكون. ويلي ما بيعرف يرسل إيميل، لأني أنا شفت كتير ناس بالتعليقات ما بتعرف ترسل إيميل، فإرسال الإيميل حيكون على الشكل التالي: رح ندخل على جيميل ونضغط ايميل جديد. هون رح يطلع عندي المرسل اليه، ممكن انا اضغط اسم المرسل اليه وبعدها بننسخ الرابط وبنعمل له لصق وبنضغط على ارسال. لا تنسوا جائزتنا كبيرة والفرصة بالربح كتيرة وكبيرة. موعدنا بالسحب 10/1/2021. ما رح ننسى موعدنا بالسحب 10/1 بعد 17 يوم من اليوم. أمنياتي للجميع بالفوز. وبحب ذكر صاحب اسم الحساب نيوز نيو يتواصل معنا حتى يستلم جائزته في المسابقة الماضية. حظ أكبر وموفق للجميع. كنت معكم أنا نغم من قناة مطبخ الجمال العربي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، تضغطوا لايك وتعملوا شير لأصدقائكم حتى يستفيدوا معنا. زورونا مرة ما رح تنسونا بالمرة من مطبخ الجمال العربي.